بسم الله الرحمن الرحيم. للأسف يعني خبر ما يسرش ولا مواطن تونسي بعد ما حدث ما حدث. كلكم خرجتوا وانتخبتوا حزب الرحمة بكثافة. النتائج في الأصل كانت مذهلة، لكن نقصوا منها أكثر ما تصور. هبطوها لنا لأربع قوائم، قلنا ربما نقبل مش مشكلة، ولكن نعرفوا أن عدد الفوز كان أكبر بكثير. صبرنا على كل شيء. أول إقصاء للدكتور أيمن البجاوي في قائمة تونس اثنين، عرفنا اللعبة فما لعبة، ولكن قلنا مش مشكلة، المهم فما أربع قوائم. ولكن بعد ذلك صارت الحملة، حملة التشويه، قادتها الهايكا مع كل وسائل الإعلام. أسمع اللي تسمع باش نحكيه على فتوى عندها توعامين 3 سنوات للتشهير وللتشويش ولي معناتها توسيخ سمعة الشيخ الجزيري، وهو الكل إعداد أنه يطيحوا القائمة اللي قائم عليها الشيخ الجزيري في بن عروس. تصور ليزيد طيح قائمة واحدة من كل القوائم على الجمهورية التونسية، إنسان داخل البرلمان يخرجوه من البرلمان، الوحيد الوحيد في تاريخ تونس دخلت للبرلمان وخرجت من البرلمان. إذا نستنى احنا في ليزيد باش تعمل الحمل يعني الكونفرنس نتاعها والندوه نتاعها الكبيره. كنا في بالنا باش يعطوا النتائج، لا، الندوه هذه باش يقولوا راهو اسقطنا القائمه، قائمه بن عروس للشيخ الجزيري فقط، قائمه واحده تسقط. مع ان المخالفات الاخرى كبيره جدا. احنا مخالفتنا حاجه واحده، قالك تكلمنا في الاذاعه، في الحملة الانتخابية تكلمنا، يعني يحكوا على الدروس القديمة اللي حطيتها لكم، وحاولت نحط دروس الصحابة باش نبدأ من السياسة كلها وكتاريخ. اعتبروها هذاك، اعتبروه إشهار سياسي، وقالك ما احترمتوش الإشهار السياسي والصمت الانتخابي، ولذلك نسقطوا لكم يعني القائمة متاعكم، مع انكم كلكم تشوفوا مثلا السيد نبيل القروي اللي عنده قناة نسمة ليلة نهار ويحكي ويتكلموا، ولا قائمة تسقط ولا كلام من هذا النوع. لكن احنا في حزب الرحمة يعاملون بهذه المعاملة. احنا نقول لكم معذرة على كل هذه الأصوات اللي ضاعت، بافون باش يسلوا ربي نهار آخر وباش يسلوا الشعب على ضياع كل هذه الأصوات. احنا ماشيين إن شاء الله نطعنوا في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية، ونأمل إن شاء الله تعالى أن هناك في المحكمة الإدارية نلقاو حقنا. هذا ما عودت به المحاكم الإدارية الشعب التونسي، أنها محاكم تحكم بالعدل وما ترضخش تحت حتى السلطان. احنا مظلومين في هذه العملية، ظلم واضح بكلكم. انتخبتم حزب الرحمة، عندنا تواجد قوي جدا بالعاصمة، لكن بهذه الطريقة يعني خرجونا ظلما وعدوانا. احنا نوعدوكم أننا باش نحاول وما استطعنا لذلك نطعن في هذه يعني في هذا القرار، وإذا كان وفقنا فالحمد لله، وإلا فليشهد التاريخ على أننا ندخل حقبة سوداء ببلادنا يظلم فيها أهل الحق. هاك تشوف عملنا، طبعنا القانون ومشينا بالقانون وعملنا حزب كما الناس الكل، وفي نهاية المطاف تصير عملية إقصاء شرسة من هذا النوع بعد الخدمة، بعد الجهد، بعد ما الناس ضحت، بعد ما الناس خرجت انتخبت. وكأننا صارت تمثيلية هزيلة، في نهاية المطاف يضعون من يشاءون، مش الشعب هو اللي يحط من يشاء. المهم إن شاء الله نوعدكم أننا ما نتأخروش في هذا الطعن، ونقدموه بحول الله في المحكمة الإدارية، ونخبروكم بحول الله بكل ما يحدث في هذه القضية يوم بيوم إن شاء الله.